بأداء رقصاتهم الشعبية الفرائحية هم يتجاوزون كل ما من شأنه تعكير فرحتهم بالعيد. كنا رغم الظروف اللي تعيشها البلاد الاقتصادية والحروب إلا أن فرحة العيد موجودة في ابتسامة كل المواطنين، كونها عيد مسلمين وهي عيد الكبير طبعا الذي يفرح به كل مسلم في مختلف أنحاء العالم. الإدارة المحلية لمدينة المكلا كانت قد استبقت العيد بتهيئة الساحات والمتنزهات العامة وتنظيم حملات نظافة شاملة للشوارع والإعداد لبرامج احتفالات شعبية لتوفير أجواء عيدية تملأها البهجة والسرور. البرنامج الفرائحي الذي ستشترك فيه كل الفرق الشعبية سيكون على مدى أيام العيد ويستمر إلى 7 يوم إن شاء الله، سيكون هو متخلل في الصباح وفي العصر وفي المساء في كل الأماكن التي فيها تجمعات موجودة. ويأتي العيد هذه المرة والمدينة تعيش ظروفا أمنية أفضل، حيث أدى الأهالي صلاة العيد مطمئنين في المصليات العامة والجوامع الكبيرة، فالأجهزة الأمنية وقوات النخبة الحضرمية والجيش عمدت إلى تطبيق خطة أمنية جديدة تهدف لتأمين المدينة وبقية مدن الساحل خلال فترة أيام العيد. جهزنا وحدة عسكرية دربت تدريب عالي وجهزت بكافة وسائل القتال، هذه القوة ستكون رافد مهم جدا للقوة الموجودة على الأرض من أول. لتشمل تلك الإجراءات نشر المزيد من العناصر الأمنية على نقاط التفتيش في مداخل المدينة ومخارجها. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلف.